صباح الخير يا شباب. النهاردة إن شاء الله تعالى هنتكلم على جوانب من الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر. أول حاجة هنتكلم عنها هي طبقات المجتمع المختلفة الموجودة في مصر الرومانية. هي الحقيقة في الفترة الرومانية ما اختلفتش كتير الطبقات الاجتماعية عنها في العصر البيزنطي، وعشان كده يعني هنعتبرهم عصر واحد في واحنا بنتكلم على الموضوع دوت. لو حبينا ان احنا نشوف الهرم الاجتماعي في مصر هنشوفه كالتالي. ده الهرم الاجتماعي المصري في فترة الرومانية، وفي كتير جدا من المؤرخين اتكلموا على تعداد السكان في مصر في بدايات القرن الأول الميلادي، منهم المؤرخ جوزيفوس اللي قال إن تعداد مصر في هذه الفترة كان ما يقارب من 8 مليون نسمة. دي حاجة. تاني حاجة قال إن برضو إن الرومان أدخلوا نظام تعداد السكان وتعداد البيوت وما يسكنها، يعني هذه البيوت من أصحاب للبيوت أو مستأجرين، وإن كان بيتم تعداد السكان تقريبا في مصر كل 14 سنة. دي من الحاجات برضو المهمة. دايما كان بيأتي على قمة الهرم الاجتماعي الشخصيات أو الطبقات المميزة اللي تمتعت بأكبر عدد ممكن من المميزات وأقل عدد ممكن من الأعباء، على عكس قاع الهرم الاجتماعي اللي دايما بيكون الأغلبية السكانية وبيتمتع بأقل عدد من المميزات وأكبر عدد من الإيه من الأعباء. دي حاجة كده سريعة ممكن نتكلم عنها. يعني هما بالترتيب هما الرومان على قمة الهرم الاجتماعي، يليهم بعد كده مباشرة أهل اسكندرية، وزي ما شفنا قد إيه إن أهل اسكندرية كان ليهم وضع خاص وكان الرومان يعني بيخشوهم، وبدليل إن هما مثلا ألغولهم المجلس المحلي بتاعهم بوليه خوفا من يعني إن هما تشتد عزيمتهم في البلد. وبعد كده أهل اليونان بصفة عامة اللي هم بيسكنوا المدن غير مدينة اسكندرية، اليهود، ودايما زي ما شفنا قد إيه إن اليهود كانوا بيعملوا مشاكل واضطرابات ما بينهم وما بين أهل اسكندرية بشكل خاص، وفي النهاية المصريين. هل معنى كده إن ما كانش فيه جنسيات أخرى غير الرومان واليونان والمصريين؟ كان فيه بعض الأقليات من منطقة ليبيا ومن منطقة سوريا وفينيقيا كانوا برضو عايشين ومتعايشين ايه في مصر. So concerning the society in Roman and also Byzantine Egypt, it's well known, you should know that the Romans divided the empire into states. قسموا الإمبراطورية لمجموعة من الولايات, and Egypt was one of these states. The Egyptian society was divided into number of social classes, طبقات اجتماعية. The higher class enjoyed the greatest number of privileges and the lowest number of duties. On the contrary, يعني على العكس, the lowest class, which were the Egyptians, enjoyed the greatest number of duties and the lowest number of privileges. It was said that the Romans introduced a type of population or census system. يعني ايه census system؟ يعني تعداد سكاني. It was used in Egypt every 14 years. This system was called home census because it involved counting the houses and their owners or renters. كان برضو هذا التعداد بيشمل تعداد البيوت، علشان كده سميته تعداد البيوت home census. This is number two. According to the historian Josephus, he said that the population in Egypt during the first century AD reached the number of about 8 million people in Egypt in general. ديت كده يعني ايه لمحة مختصرة عن الهرم الاجتماعي في مصر. هنمسكهم كده طبقة طبقة. أول طبقة زي ما احنا قلنا the Romans. The Romans were either you found in Egypt the high officials in the administration. كانوا أكثرهم يعني متقلدين المناصب الإدارية العليا.
they were also the Roman soldiers in the army. كانوا برضو الجنود بيحتلوا مرتبة الجنود في الحامية الرومانية في مصر اللي هي the Roman garrison. الحامية الرومانية في مصر. They were also working as tradesmen and businessmen in Egypt who settled in Egypt after the Roman conquest. يعني برضو كانوا رجال أعمال وتجار استقروا في مصر بعد الإيه بعد الغزو الروماني لمصر. زي ما قلنا they were exempted from the poll tax. كانوا معفين من ضريبة اسمها ضريبة الرأس اللي هي اليوغافيا التي كان لازم تفرض على كل من سكن مصر. و they were also exempted from all the other types of taxes or at least they were paying small amounts of type of other taxes. يعني إما كانوا معفين من كل الضرائب الأخرى أو كانوا بيدفعوا على الأقل ضرائب مخفضة جدا لا تذكر. يبقى the first social class in the society in Egypt during the Roman period were definitely the Romans because they were the ruling social class. كانت الطبقة الاجتماعية الحاكمة. What are the work or what was the work of the Romans? أول حاجة they were the Roman officials in the administration in Egypt. كانوا هما الموظفين. They were also the Roman soldiers in the garrison of Egypt. كانوا برضو هما الجنود في الحامية الرومانية. They were also the tradesmen and businessmen اللي هما التجار ورجال الأعمال. And they settled in Egypt after the Roman conquest in Egypt. دي الطبقات الاجتماعية المختلفة للرومان. What was the, what are the privileges of the Romans in the Romans in the society of Roman Egypt. إيه هي مميزاتهم؟ They were exempted from the poll tax. كانوا معفين من ضريبة الرأس which was called Leogafia. They were also exempted from the other types of taxes. يا إما كانوا معفين منها خالص or at least they paid small amounts of other taxes. The second privileged social class in Egypt was إيه بقى؟ Was the Alexandrians. كانوا الطبقة الاجتماعية الأكثر رخاء بعد الرومان. كانوا أهل اسكندرية. طبعا زي ما قلنا إن جنسية اللي بيحصل على الجنسية السكندرية كان له الحق بشكل مباشر إن هو يحصل على المواطنة الرومانية. ده طبعا لغاية عصر الإمبراطور كاراكولا. زي ما احنا نرجع كده بالذاكرة لقينا إن الإمبراطور كاراكولا أعطى المواطنة الرومانية لكافة مواطني الإمبراطورية الرومانية. تمام. برضو هم كانوا معفين من ضريبة الرأس التي فرضت على أهل مصر. ويعتبروا أكتر فئة كانت غنية في المجتمع المصري لأن هم معظمهم كانوا تجار أو أصحاب أراضي زراعية مختلفة. So the second social class in Egypt were the Alexandrians. The one who obtained the Alexandrian citizenship اللي كان لي مواطنة سكندرية had the right to obtain directly the Roman citizenship. كان ليه الحق ان هو يحصل على المواطنة ايه الرومانية directly and this was implemented to the reign of Caracalla لغاية عصر ايه Caracalla. They considered to be the most wealthiest social class. يعني ايه wealthiest social class؟ يعني اكتر طبقة اجتماعية غنية because most of them were merchants, tradesmen, businessmen, land owners and so on. كانوا معظمهم تجار, رجال أعمال, أصحاب أراضي, and therefore they considered to be the most wealthiest, the most rich social class in Egypt during that time. يبقى احنا كده خلصنا الرومانس, خلصنا واحنا قلنا الرومانس قبل كده بيشتغلوا ايه؟ بيشتغلوا as officials in the administration, as soldiers, as tradesmen and businessmen, and also as land owners. The Alexand they were exempted from poll tax and different types of taxes. The Alexandrians were the second social class. The most rich social class. They were tradesmen and land owners, and they were also exempted from from the poll tax Leogafia. طيب الطبقة الاجتماعية الثالثة اللي هي اليونان, وهم كانوا اليونان اللي سكنوا المدن اليونانية الأخرى غير مدينة اسكندرية. طيب المدن اليونانية الأخرى زي مثلا في المدن في مناطق الفيوم, بطلمايا, نيقراطيس, وإيه المدينة اليونانية اللي بناها هادرين لو أنتوا فاكرين؟ أيوه بالظبط اللي هي إيه أنتينوبوليس
فبالتالي كل اللي كانوا يونانيين ولكنهم ليس من سكان اسكندرية كانوا بيجوا في الطبقة الاجتماعية رقم ايه؟ رقم 3. طيب ايه مميزاتهم؟ ان هم مش معفيين تماما من البول تاكسس، لا، بس هم كانوا بيدفعوا ضريبة مخفضة كانت تقريبا ما بين 12 و 18 ايه درهمة. وبالتالي هم بدأت هنا الطبقة الاجتماعية هنا تدفع ضرائب. ولكن بالرغم ان الرومان في طول الوقت كانوا بيحاولوا يثبتوا ان هم الطبقة الاجتماعية الأغنى، لكن اهل اليونان احتفظوا بتقاليدهم اليونانية، وكانت لكل مدينة يونانية جيمنازيوم خاصة بشبابها. الجيمنازيوم دوت هو مبنى زي نادي كده بيقام فيه الألعاب الرياضية المختلفة، بيبقى فيه ساعات ندوات فكرية ومناقشات علمية. فكل دوت أدى للحفاظ على التقاليد اليونانية لهذه الطبقة الاجتماعية. So who are the Greeks? The Greeks were every Greek citizen was settling or settled in the Greek cities in Roman Egypt except Alexandria. Except Alexandria، يعني أي مواطن يوناني قاعد في أي مدينة يونانية في مصر ما عدا اسكندرية كان بيأتي في الإيه؟ في الطبقة الاجتماعية رقم 3. So the Greeks were those who were settled in the Greek cities except Alexandria. What are examples of the Greek cities in Greek Roman Egypt? بطولمايا، انثيبايد، انثيبس، نايكراتس، قنقعي في ايتاي البارود، بحيرة جوفرمنت، and also Antinopolis as we told before that it was built during the reign of the Roman Emperor Hadrian. طيب what are the privileges of this social class? They paid lower amount of taxes between 12 and 18 drachma every year. They also continue to maintain their Greek traditions. كان عندهم قدرة للاحتفاظ بتقاليدهم اليونانية. The Greek youth in every city. الشباب اليونانيين في كل مدينة. They had the right to make the gymnasium, which was like a club, a sport and an activity club for them to practice sport and also for meeting, for gathering, for reading books and literature and so on. طيب الطبقة الاجتماعية رقم 4 اللي هي إيه؟ اليهود. طبعا زي ما احنا شفنا طبقة اليهود تعتبر من أكثر أو أقدم الطبقات الأجنبية المستوطنة في مصر، وانتشرت بصفة خاصة في مدينة اسكندرية، ويقال إن هم سكنوا الحي الرابع اللي هو حي دلتا. ويقال إن أهل اسكندرية بالرغم إن الرومان لغوا لأهل اسكندرية المجلس المحلي بتاعهم اللي هو اسمه بولي، سمحوا لليهود بإقامة المجلس بتاعهم اللي هو اسمه جيروزيا. يعني هم لغوا هنا المجلس بتاع أهل اسكندرية اللي اسمه بولي، وعلى العكس من ذلك سمحوا لأهل اليهود إن هم يعملوا المجلس المحلي بتاعهم اللي هو اسمه جيروزيا. طبعا ده أدى لإيه؟ لإثارة المشاكل والفتن ما بين الطبقتين دول بالذات. So the Jews, if you talk about the Jews in Roman Egypt, we should mention that it was one of the most ancient and the biggest foreign social class in Egypt. هي أكبر جالية أجنبية في مصر كانت موجودة في هذه الفترة. They settled in Alexandria. The number decreased obviously, and they settled especially in the fourth district in Alexandria, which was called Delta. The Romans or the Jews also seem to have settled in two or more other districts. كانوا ممكن يعني في بعض الروايات بتقول إن هم سكنوا أكتر من district. The Romans omitted the gatherings of the Alexandrians in their council, which was called Bulle. On the other hand, they allowed the Jews to gather in their council, which was called Gerosia. خلاص يبقى هم لغوا بتاع اسكندرية بولي، وسمحوا للجوس بإقامة اجتماعات الجيروزيا. And this led to the struggle between the Alexandrians and the Jews along the Roman history of Egypt. Finally,
آخر طبقة اجتماعية عندنا اللي هي الإيجيبشنز، سكنوا القرى والمدن، يعتبروا هي كانت أفقر طبقة اجتماعية وأكثرهم محملة بالأعباء وأكثرهم محملة بالضرائب التي قد تصل في بعض الأحيان لأربعين درخمة، وهم المسؤولين على الأعمال الإلزامية أو الإجبارية مثل شق الترع والمصارف واستخدام ماشيتهم لنقل الغلال، وكل ده بدون إيه مقابل. So the Egyptians considered to be the most poorest social class، هي أكتر طبقة كانت مظلومة وفقيرة. They continue to be the majority of the society، هم الطبقة طبعا الأكثر الغالبية منهم مصريين. They settled in the villages and the cities. They paid the greatest amount of poll taxes which reached in some cases to 40 drachma. خلاص. They also made the compulsory jobs. إيه هي الكومبالسري جوبس؟ اللي هي الأعمال الإلزامية such as digging the canals, cleaning the canals, transporting the grain to the cities and so on. يبقى دي كانت الطبقات الاجتماعية المختلفة لمصر في العصر الروماني. طيب لو خدنا كده لمحة سريعة عن نظام الإدارة في مصر في العصر الروماني، the administration system in Roman Egypt، بشكل مختصر طبعا اللي هيجي على قمة أو رأس النظام الإداري في مصر هيكون مين؟ بالطبع هيكون هو الإمبراطور، وهيجي بعديه البريفكتوس، والبريفكتوس دوت يعني تحت ايديه اتنين، ايديس اللوجوس والجوريديكس، دول اللي كانوا موجودين. طيب الرومان امبرور يعتبر هو ملك مصر، يعني تصور حتى على واجهات المعابد ان هو الملك المصري، هو ابن الاله، والمصريين كانوا بيعتبروه بديل عن الملك البطلمي بتاعهم، وعلشان كده دايما كان بيظهر على واجهات المعابد وهو لابس التاج الملكي المزدوج والملابس المصرية التقليدية وهكذا. لكن السلطة الحقيقية في مصر كانت في ايد مين؟ كانت في ايد البرايفكتوس اوف ايجيبت، والبرايفكتوس دوت كان ليه البعض المهمة او المهمات المختلفة، وفي النهاية تحت ايده واحد اسمه ايديوس لوجوس. الايديوس لوجوس دوت يعتبر زي وزير المالية المسؤول عن الفاينانشال ريسورسز، والجوريديكس، الجوريديكس كان يعتبر في بمثابة وزير العدل، يعني البرايفكتوس الحاكم الفعلي تحت ايد وزير المالية ووزير الايه مو وزير العدل. So if we talk about the administration system in Egypt during that time, we should mention that the Roman emperor was the substitute of the Ptolemaic king. يعني ايه substitute of the Ptolemaic king؟ كان بديل عن الملك البطلمي for the Egyptians. Therefore, the Roman emperor was represented on the walls of the Egyptian temples. كان بيمثل على المعابد المصرية في صورة ايه؟ as a pharaoh. خلاص، wearing the traditional costumes in Egypt, wearing the double crown of Upper and Lower Egypt. So he became the same, he played the same role of the Egyptian traditional kings. هو لعب نفس الدور في مخيلة المصري اللي هو الحاكم أو الملك المصري، زيه زي الملك البطلمي أو الملك الإيه المصري القديم. And after that, under his supervision, worked the Praefectus of Egypt. خلاص، ال Praefectus of Egypt he was called in the documents Praefectus Aegypti. يعني إيه Praefectus Aegypti؟ يعني حاكم مصر، the ruler of Egypt. Sometimes he was called Praefectus Alexandria et Aegypti، يعني Praefectus بتاع اسكندرية ومصر. وده ان دل على شيء، هيدل على ايه؟ هيدل على ان المصريين اعتبروا اسكندرية كده في حتة، وان بقيت مصر دي في حتة تانية. خلاص؟ So the Praefectus was the real ruler of Egypt. He was sometimes called Praefectus Aegypti, the Praefectus of Egypt. And in other documents he was called Praefectus Alexandria et Aegypti, the Praefectus or the ruler of Alexandria and Egypt. ده بالنسبة للإيه للبريفكتوس. He was selected from the cavalrymen or the equites. كان بيتم
يعني اختياره من طبقة الفرسان. The major political authority became in the hands of the praefectus. معظم القوة أو معظم السلطات المسموحة بيها كانت بتبقى في إيد الإيه؟ البرايفكتوس، وهنشوفها كده بالتفصيل مع بعض. طيب under his supervision worked two important men. The first one is called Aedius Logus. He was the supervisor of all financial resources. هو كان بيعتبر وزير الإيه؟ المالية. The such as collecting the taxes, the confiscation, المصادرات of the personal properties of the lands, the lands which were deserted by the by their owners. كان في بعض الأراضي الزراعية بيتم هجرها من قبل ساكنيها أو من قبل المزارعين بتوعها، فكان بيتم مصادرتها من قبل الدولة. يبقى these lands were confiscated by the government and they were placed under the supervision of the Aedius Logus, the supervisor of all financial resources in Egypt. He became also the supreme judge or the priest of Alexandria. في بعض الأحيان كان بيلعب دور كاهن اسكندرية الرئيسي. ودوت ليه؟ ليه دخلوا الدين شوية في جزئية وزارة المالية؟ هي الحكاية هي لعبة سياسية في الأول وفي الآخر، وده كان لرغبة الرومان للسيطرة على طبقة الكهنة إلى حد ما في مصر. خلاص، يبقى sometimes the Aedius Logus were selected to be one of the priests of Alexandria. This was why, because to prevent to control over the priesthood للسيطرة على طبقة الكهنة in Egypt and to prevent any troubles of revolutions by the priests، علشان يقدر من خلال كده ان يضمن ولاء الكهنة ليه. وده طبيعي لو هو واخد واحد منهم وعمل وزير مالية، فبالتالي طبقة الكهنة هتبقى تحت سيطرة الايه؟ البرايفكتوس. تاني واحد عندنا تحت إمرة البرايفكتوس كان الجوريديكوس. And the juridicus, as we said, he is another prominent post in Roman Egypt. كان أحد برضو المناصب المميزة جدا في عصر الدولة مصر الرومانية. He was like the ministry of judge, the supreme judge, القاضي القضاة في مصر في هذه الفترة. He was chosen for also from the Warren cavalrymen or the equites. برضو كان بيمثل من طبقة الفرسان. He was a very important for implementing the Roman law in Egypt. كان مسؤول عن تطبيق القانون الروماني في مصر. Therefore, the juridicus aided the praefectus or helped the praefectus who didn't have much experience in the field of law. يعني الجوريديكس دوت باعتبار ان هو عنده خبرة قانونية كان بيدي او بيساعد البرايفكتس اللي عادة ما كانش بيبقى عنده نفس الخبرة والكفاءة القانونية بتاعة الايه الجوريديكس. ده كان يعني ملمح بسيط جدا من المناصب الإدارية. طبعا في مناصب إدارية كتير جدا بس احنا بنحاول نبسطها ليكم. طيب هنرجع تاني للبرايفكتس وهنشوف ايه هي وظائف البرايفكتوس كتير، لان طبعا البرايفكتوس دوت هو اللي حكم مصر بشكل فعلي فلازم نقف عنده شويه. ايه هي وظائف البرايفكتوس؟ هنقولها كده باختصار وبشكل لطيف. اول حاجه appointing the officials. يعني ايه appointing the officials؟ يعني ان هو اللي كان بيوظف كبار رجال الدوله. يعني هو كان عامل زي ايه رئيس الوزراء كده في التقسيمة الحالية أو الحديثة. هو اللي يقدر يعين كبار رجال الدولة. He was responsible for appointing the high officials in Egypt and he had the same power of the Ptolemaic king. كان نفس تقريبا سلطات الملك البطلمي. الإمبيريوم he had also he had the authority of the imperium to be the general military leader of the Roman garrison in Egypt. يعني ايه الامبيريوم؟ حق قيادة الحامية الرومانية في مصر. الامبيريوم معناها حق قيادة الحامية الرومانية في مصر. The authority to lead the Roman garrison in Egypt. خلاص، يبقى لغاية دلوقتي احنا عندنا كام حاجة، كام duty أو كام authority, points of authority for the praefectus؟ اتنين. He was responsible for appointing the high officials in administration.
he had the right to lead the Roman army or the Roman garrison, which is called imperial. بالإضافة لقوته العسكرية هو برضو كان يعتبر the civilian governor of the country and responsible for all financial and judicial affairs. هو كان الحاكم المدني. الإمبريوم اداله الحق العسكري، وبالإضافة إلى كونه حاكم مدني مرتبط أو مهتم أو يسيطر على البلد من خلال سلطاته القضائية اللي كان بيساعده فيها الجوريديكس، وسلطاته المالية اللي كان بيساعده فيها مين؟ الأيديس لوغوس. So he beside his military power of being the one who could lead the soldiers, the imperium, he was also the civilian governor. خلاص he was responsible for the financial powers, the financial affairs in Egypt. خلاص and in this concern he was assisted by the Aegis Logos and he was also responsible for ايه بقى for the judicial affairs. يعني ايه judicial affairs؟ اللي هي الامور القضائيه. and in this vein or in this matter the juridicus assisted him، اللي هو قاضي القضاة زي ما قلنا. طيب يبقى هو عنده سلطة عسكرية وسلطة مدنية وسلطة لتعيين كبار رجال الدولة. عنده ايه تاني؟ he was responsible for collecting the taxes. طبعا دي اهم حاجة بالنسبة للرومان. he was responsible for collecting the annual taxation اللي هي البول تاكس اللي احنا قلنا عليها and the انونا. he was responsible for collecting the poll tax ليوغافيا اللي هي ضريبة الرأس ليوغافيا، وضريبة القمح أنونا، ضريبة الرأس ليوغافيا اللي هي الضريبة السنوية، وضريبة القمح السنوية اللي اسمها إيه؟ أنونا. طيب إيه تاني؟ he was the supreme judge. برغم إن الجوريديكوس دوت كان قاضي القضاة، لكن كان بينظر للبريفكتوس إن هو الإيه؟ ال supreme judge of إيه؟ of the of Egypt. During that time كان بيعتبر اللي هو ايه representing the emperor in the judicial trials. يعني لما بيبقى فيه محاكمة مثلا في مصر البرايفكتوس كان بيقال عنه ان هو مندوب عن الامبراطور في المحاكمات. So he represented خلاص he was the substitute of the Roman emperor in the judicial trials. في الترايلز في المحاكم هو اللي كان بيمثل السلطة القضائية للامبراطور. تمام؟ يبقى هو أعطي سلطة قضائية وسلطة مالية وسلطة عسكرية وسلطة مدنية. He was also highly venerated by the priests during his visit to the Egyptian temples. كان لما بيروح المعابد المصرية كان طبعا بيتم تبجيله بشكل كبير جدا. طيب ايه الحاجات ايه الحقوق اللي كانت خارج نطاق الـ Praefectus of Egypt؟ freeing the slaves. ما كانش يقدر البرايفكتوس ان هو يحرر الايه يحرر العبيد في مصر. دي كانت من سلطات ايه من سلطات الايه الامبراطور الروماني. he was not capable to free the slaves. he was not capable to grant the Alexandrian citizenship to anyone. هو ما كانش ليه حق او سلطة لاعطاء المواطنة السكندرية لاي حد، وبالتالي طبعا هو ما عندوش السلطة ان هو يدي المواطنة الرومانية. خلاص he was also not responsible for appointing certain high officials in Egypt. خلاص يعني في بعض الأحيان أو في بعض الحالات the Roman emperor was the only one who had the right to appoint the high officials in Egypt. يعني هو برضو بالنسبة للهاي officials ما يقدرش يعينهم كلهم، في بعض الهاي officials كان مختص بيهم الإمبراطور الروماني، زي مثلا قائد الرومان جاريسون في بعض الأحيان كان شوية البرايفكتوس ما يقدرش إيه يعينهم خوفا من إن هو يقود حملة ضد الإمبراطور الروماني نفسه. يبقى دي الحاجات اللي إحنا نقدر نقول اللي هي out of the hands of the إيه of the برايفكتوس. يبقى احنا كده لغاية دلوقتي خدنا ملمح من الملامح الطبقات الاجتماعية في مصر، ملمح من الملامح السريعة جدا للنظام الإداري في مصر، وهنتكلم بعد كده على النظام الاقتصادي.
الحقيقة احنا عندنا بالنسبة للنظام الاقتصادي أول حاجة هنتكلم على الأراضي الزراعية. الأراضي الزراعية اتقسمت بشكل كده بسيط ولطيف لأراضي عامة وأراضي خاصة. الأراضي العامة اللي هي public lands اللي هي جيدينوزيا، والأراضي الخاصة اللي هي private lands جي إيديوديكيا. تمام؟ طيب هنشوف كده واحدة منهم واحدة واحدة. بالنسبة للأراضي العامة، الأراضي العامة اللي هي مملوكة من قبل الحكومة الرومانية، خلاص، والحكومة الرومانية كانت هذه الأراضي بيتم تأجيرها سنويا للمزارعين المختلفين، وفي مقابل ضئيل جدا من المحصول، وبقية المحصول بيروح لفين؟ للخزينة الرومانية كل عام. بالإضافة إلى أن أول ما أغسطس جه مصر، الحقيقة هو تقريبا صادر معظم الأراضي المملوكة للمعابد، ودي حاجة مهمة جدا. لو احنا أعتقد في فيديو كده شرحنا فيه الأراضي المختلفة، ولو فاكرين إن احنا قلنا إن أراضي المعابد لم يم يعني كانت مبجلة جدا ومقدسة جدا، وما جاش جنبها البطالمة خوفا من طبقة الإيه الكهنة. لكن أغسطس ضم عدد كبير جدا من أراضي المعابد وضمها ضمن الأراضي المملوكة من قبل الدولة، لأن هو إلى حد ما كان عايز يقضي على نفوذ إيه الكهنة شوية بشوية. طبعا الأراضي العامة دي برضو كانت بتشمل الأراضي التي تم مصادرتها من قبل الحكومة. يبقى ده أول نوع من أنواع الأراضي اللي عندنا. يبقى firstly we should mention that the Romans, unlike the Ptolemies, they encouraged the private properties of the land. هم شجعوا الملكية الخاصة للأراضي، وعلى عكس البطالمة اللي كانوا بيعتمدوا أكتر على المركزية في الإدارة أو في الاقتصاد بصفة عامة. تمام. The lands in general during the Roman times were divided into two main types: the public land, demesia, and the private land, geodica. So if you are talking about the public lands, we should mention that the public land were the lands owned by the Roman government. يعني ايه owned by the Roman government؟ يعني المملوكة من قبل الحكومة الايه الرومانية. It was also including the lands of the temples, of the Egyptian temples, which were confiscated by the Roman emperor, اللي هي تم مصادرتها من قبل الإمبراطور الروماني, the Roman emperor Augustus. It also includes the lands which were deserted by the farmers and later on confiscated by the government, اللي تم هجرها من قبل المزارعين وتم مصادرتها في النهاية من قبل الحكومة. تمام. The public land was rented yearly by the Roman government to the different farmers, خلاص، and the greatest part of the grain production or the soil production went to the Roman government. الجزء الأكبر من المحصول كان بيروح لمين؟ للحكومة الرومانية. طيب نيجي بقى للprivate land. الprivate land جي إيديوديكي زي ما قلنا هي عبارة عن قطاعات كبيرة جدا تم إعطائها لعدد كبير من المزارعين، وخصوصا أول كبار يعني كبار الشخصيات، ودول كانوا عادة المتقلدين مناصب إدارية كبيرة في مصر أو متقلدين مناصب عسكرية كبيرة جدا في مصر. النوع دوت من الأراضي الزراعية فيه نوعين كده مهمين تحتيه: أرض الأوسية أو الوسية، خلاص. الأوسية ديت كانت بتم يعني يتم امتلاكها من قبل النبلاء والعائلات الكبيرة، هي اللي كان عندها اقطاعات زراعية كبيرة جدا جدا جدا. الاقطاعات الزراعية ديت الحقيقة على قد ما هي حاجة إلى حد ما رأسمالية شوية، لكن ساعدت بشكل كبير جدا على استصلاح عدد كبير من الأراضي الزراعية في مصر والنهوض بالحياة الزراعية في مصر، خصوصا مع القرن الأول الميلادي. واستمرت أو اتسعت الأراضي الأوسية ديت بشكل كبير جدا في حتى القرن الثالث الميلادي. لكن بالرغم من كده
نتيجة الظروف الاقتصادية المنحدرة التي حصلت بعد كده في نهاية القرن الثالث الميلادي، بدأت المساحات الأوسية دي تقل مع تدهور الحالة الاقتصادية في مصر بصفة عامة. يبقى دي الأراضي الاقطاعات الكبيرة اللي بتسمى بالأوسية. طيب النوع تاني من الأراضي الخاصة اللي هي كليروي لاندز. كليروي لاندز ديت كانت بتم زراعتها من قبل زي ما قلنا بعض الناس اللي كانوا أساسا لهم مناصب عسكرية في مصر، لأن الإمبراطور الروماني أغسطس لما جه مصر إدى بعض قطع من الأراضي للجنود علشان بعد ما يتم تسريحهم من الجيش كانوا بيقوموا بزراعة هذه الأرض والعيش على محصولها. يعني هو وفر لهم حياة كريمة حتى بعد تسريحهم من الحمية الرومانية أو من الجيش الروماني في مصر. كانوا بقى بياخدوا قطعة الأرض دي زي مثلا بعد المعاش كده، مكافأة نهاية الخدمة، بياخد قطعة الأرض دي وبيستقر وبيبدأ يزرعها وبياكل وبيشرب من ريح هذه الأرض. فدي تعتبر اسمها كليروي لاندز. تمام. يبقى in addition to the public lands جيميدوموزيا we have also another type of lands in Roman Egypt which are the private lands جيديوديكا. جيديوديكا as we said it was owned by the individuals، مملوكة من قبل الأفراد. And we have two main sorts of the private lands in Egypt. Osea lands, which was owned by the wealthy class, the wealthy families, the noblemen, النبلاء. And this type, they owned great numbers or great parts of lands or estates, قطعات زراعية كبيرة. And this type of lands helped in increasing or improving the agricultural life in Egypt, especially during the first century AD. ساعدت على ارتفاع مستوى الحياة الزراعية في مصر. And this type of land spread widely in Egypt, انتشرت بصفة خاصة by the third century AD. However, by the decline of the Roman Empire, by the end of the 3rd century AD, the large estates of the Osea lands began to decrease once again. بدأت تقل مساحة أراضي الوسية. The second type of private lands in Roman Egypt is the Kleroi lands, اللي هي أراضي مملوكة من قبل مين بقى؟ It was owned by the militaries in Egypt because Augustus granted the soldiers أعطى للجنود parts of agricultural lands خلاص to be cultivated after being dismissed from the from the Roman army in Egypt بعد تسريحهم من الجندية. دي كانت أهم أشكال الأراضي الزراعية في مصر. طبعا في أشكال تانية أو أنواع تانية بس إحنا بناخد الإطار العام للحياة الاقتصادية. طيب هنيجي عند الصناعة في مصر. ماذا كانت أهم أو ماذا ما كانت يعني إيه أهم الصناعات اللي ظهرت في مصر الرومانية؟ الحقيقة زي ما قلنا وبنؤكد تاني، الرومان كانوا مختلفين عن البطالمة في إدارتهم الاقتصادية للبلاد. البطالمة كانوا شوية بيميلوا للمركزية، من الآخر كانوا بيدخلوا مناخيرهم في كل صغيرة وكبيرة، لكن الرومان كانوا بيشجعوا أكتر الصناعات الحرة أو الاقتصاد الحر. لكن بالرغم من كده بقيت يعني السيطرة الحكومية على بعض الحاجات الحيوية، أهمها مثلا تعدين المعادن، كانت مصادرة أو مسيطر عليها من قبل الحكومة الرومانية. أما بقية الصناعات فكان بيتم السيطرة عليها بنسب متفاوتة من قبل الحكومة. So before talking about the industry in Roman Egypt, قبل ما نتكلم عن الاندستري we should mention that the Romans encouraged private proprietorship. يعني شجعوا الاستثمار أو الامتلاك الشخصي in the field of industry as same as they did in the field of agriculture. نفس المنهج اللي اتبعوه في الزراعة. However, mines التنجيم بصفة عامة اللي هو التعدين maintained to be monopolized. يعني ايه monopolized؟
يتم احتكار ويتم السيطرة عليه by the Roman government. The different types of other industries were controlled by the government with different levels. يعني كانت مسيطر عليها ولكن بدرجات متفاوتة. What are the main industries in Egypt? Number one glass. احنا عندنا glass الزجاج, papyri البردي, textiles اللي هو التكستايل اللي هي المنسوجات المختلفة, و other طبعا products. الجلاس طبعا مصر واسكندرية بصفة عامة كانوا مشهورين بأنواع مختلفة من الزجاج, لدرجة إن سترابون لما زار مصر أثنى على أنواع الزجاج المختلفة وذكر إن أرض مصر فيها أنواع, يعني يعتبر أرض خصبة جدا وصالحة جدا لصناعة الزجاج. دي كانت أهم ملمح من ملامح صناعة الزجاج في مصر. يبقى مصر was known or Alexandria was known for its super reputation in glass industry. The historian Strabon praised the high quality of glass production in Egypt, especially in Alexandria. He said that the land of Egypt contained certain substances. يعني إيه certain substances؟ يعني مواد معينة helped in producing a polychrome glass. Polychrome glass اللي هو الزجاج المتعدد الألوان ده, يعني ما كانش موجود كتير في العالم القديم, ومصر أو اسكندرية كانت مشهورة بيه. طيب النوع الثاني البابايري. طبعا البابايري اللي هو ورق البردي كان مهم جدا, و كان يعني يعتبر مادة مهمة لتوثيق الحضارة. البابايري اتقال ان هو كان بيزرع في اماكن محدده, وبدا يوصفه برضو سترابون, كان يعني اتكلم لنا شويه كده على زراعه البردي في مصر او نبات البردي في مصر, وكان محتكر من قبل الدوله, ونتيجه احتكاره كان سعره عالي جدا, ويقال ان هو يعني اتحط عليه نوعين من الضرائب. كان في نوعين من الضرائب على يعني زارع البردي. اول حاجه ضريبه ماليه, يعني مقابل كده معين من انتاج البردي, بالاضافه لضريبه عينيه. جزء كبير جدا من صناعه البردي نفسه كانت بتروح للحكومه الرومانيه اللي مارست سياسه الاحتكار على ورق البردي. So the second type of industry in Roman Egypt was the papyri, and the Egypt gained a super reputation in the glass in the papyri industry, and it was also praised by the Roman historian Strabon, and it was monopolized by the Roman government. يعني إيه زي ما قلنا monopolized, يعني محتكرة. This monopolization depended on, we have different two types of taxes which were implemented on papyri production. نوعين من أنواع الضرائب تم يعني فرضها على هذه الصناعة. The first one is a financial taxes, and also the second type of taxes are a percentage of the papyri production. طيب تالت نوع من أنواع الصناعة هي صناعة المنسوجات. وصناعة المنسوجات كانت مهمة جدا بالنسبة للرومان في مصر, نتيجة إن المنسوجات دي كان بيعتمد عليها غذاء, قصدي كساء الجنود. فبالتالي تم تشجيع صناعة المنسوجات بشكل خاص, وخاصة طبعا الكتان. ومنطقة اسكندرية والفيوم اشتهرت ان هي مركزين من اهم مراكز صناعة المنسوجات المختلفة. وكان في رابطة خاصة بالنساجين, ويقال في بعض المصادر ان النساجين بالذات اللي كانوا بيصنعوا المنسوجات المختلفة كانوا بيعفوا من بعض الضرائب ومن بعض الخدمات الإلزامية اللي هي الكومبالزري جوبس. So one of the most major industries were in Roman Egypt were the textiles. The Romans were paid a special interest in this type of industry. اهتموا جدا بهذه الصناعة. Because because they depended on the textiles of Egypt for the clothes of the soldiers. لملابس الجنود.
and it was said that Alexandria and الفيوم were the two important centers for producing textiles. كانوا منطقتين مهمين جدا لصناعة التكستايل. Also the Romans granted a union for weavers. يعني ايه a union for weavers؟ اتحاد كده زي نقابة للغزل والنسيج. And they were exceptionally exempted from the compulsory jobs. يعني ايه exceptionally؟ يعني بشكل استثنائي تم إعفائهم من الخدمات الإلزامية. طيب other products. What are the other products? Perfumes. العطور. Spices. Minor arts. ايه هي minor arts؟ اللي هي التماثيل الصغيرة زي statues, toys, musical instruments. الكلام ده كله. برضو عندنا حاجات كانت مستخدمة للإنتاج للاستخدام المحلي for local consumption such as wooden products بعض الأعمال الخشبية mills اللي هي المطاحن oil طبعا صناعة الزيوت wine metals and pottery. دي كانت يعني ملامح الصناعة في مصر الرومانية. أخيرا عن التجارة. التجارة في العصر الروماني يوناني الروماني طبعا وصلت لمصر لأوج ازدهارها التجاري، وداوت نتيجة اسكندرية طبعا ومركزها مركز مصر اللي بيطل على بحرين، بحر أبيض والبحر الأحمر، فده أدى طبعا إن هي كانت بتسيطر على طرق التجارة بشكل كبير جدا. يقال إن في هذه الفترة احنا نقدر نقول ان بصفة عامة أوغسطس قدر ان هو يحل المركزية البطلمية، بدلها قدر يحل محلها بعض الانتاج الحر او الاقتصاد الحر في الفترة الرومانية لمصر، وده كان ليه بعض الأثر الإيجابي في انتعاش الحياة الاقتصادية في مصرية، ولكن برضو كان ليه علاقة ب يعني إن هي الاقتصاد المصري بعض الأحيان كان بيسيطر عليه جشع التجار. الحقيقة برضو قبل ما نسيب الجزئية دي احنا محتاجين نقول إن اسكندرية يعني كان في برضو حاجة مهمة جدا تم اكتشافها في الريد سي بالذات، اللي هي الرياح الموسمية واتجاهاتها خصوصا من منطقة الهند وكده. فلما عرفوا اتجاه الرياح الموسمية اللي جاية من المحيط الهندي قدروا يتحكموا إلى حد كبير جدا في مسار السفن، فده أدى لتقليل الحوادث اللي كانت دايما بتحصل على البحر الأحمر أو في البحر الأحمر نتيجة الشعاب المرجانية، وده أدى لنتيجة بقى تحكمهم ومعرفتهم لاتجاهات الرياح وموسميتها وأوقاتها، أدى دوت لتسيير حركة السفن في هذا البحر. So trading in Egypt reached its peak. وصلت لإيه أوج قمتها. Especially Alexandria which was a great trading center because of its remarkable طبعا geographical location between east and west. Alexandria was the first harbor طبعا بلا شك كانت الميناء الرئيسي. Egypt imported different products from the east and exported it again to the west. كانت بتاخد منتجات من الشرق وتعيد تصنيعها وبيعها مرة أخرى للغرب. The monsoon in the Indian Ocean الرياح الموسمية it was discovered by واحد اسمه Hypalus in the first century AD. هو دوت اللي اكتشف الرياح الموسمية اللي هي المونسون. This discovery led to the acceleration of the speed of trading fleets. قدرنا or more controlling of the trading fleets and the Red Sea and also the different accidents which were happening in the Red Sea decreased. طيب finally it should be concluded that Augustus replaced the Ptolemaic monopolization الاحتكار with capitalism in the field of agriculture بالتحكم شوية برضو في الزراعة industry and trading. The wealthy people had a golden fortune to invest their money in Egypt. طبعا زي ما قلنا الطبقة الاقتصادية أو الانديفيدولز الأفراد كان لهم دور كبير جدا في انتعاش
التجارة نتيجة استبدال الاحتكار بالرأسمالية في مصر. So Augustus replaced monopolization with capitalism, بالرأسمالية in the different aspects of the economical life in Egypt. And as we said, the wealthy people had a golden chance to invest their money in Egypt during that time.